السلام عليكم، مرحبا بكم على برنامجنا ديال الطبخ والحلويات. اليوم نقدم لكم دانيت كراميل مشوده بالمقادير. هنحتاج هنا كاس ديال السنيده، نصف لتر حليب، هنحتاج 6 حبات اولا 50 غرام ديال الشوكولاتة ابيض، سكر فاني، 2 معالق كبار ديال النشا. هنمشيو دابا لطريقه التحضير. هنجيب هنا كاسرونة نوضع فيها السنيدة وغنديرها فوق النار مهيلة حتى نحس بها بدات تذوب. عاد نحركها، غنجيب هنا قليل من الحليب غنوضع فيه النشا ديالنا، نحرك مزيان ونخليها تذوب. غنوضع مع النشا كاشية ديال الفاني كيف ما تشاهدوا معايا هنا الكراميل ديالنا السنيدة بدا تذوب، غنخليها حتى تذوب مزيان كاملة. عاد نضيف ليها الحليب اللي بدون نشا كيف ما كتشاهدوا معايا. من بعد ما دابت كاع السنيدة ديالنا هنا غنضيفوا الحليب اللي كليكم بدون نشا غير بشوية بشوية، وردوا البال هو غيبان لكم بحال حجر ولكن مع قبل ما نمشي ما خدمتو هو غيدوب. غتستمروا في التحريك حتى يدوب السكر ديالنا الكراميل عفوا ديالنا، ومن بعد غنضيف ليه الحليب اللي فيه نشا. من بعد ما داب الكراميل ديالنا غنضيف الحليب اللي فيه النشا وفاني، وغنبقى نحرك بالتدريج حتى نحصل على كريمة عاقدة شوية ونزولها كيف ما كتشاهدوا معايا. ملي بدا يعقد طفينا عليه فوق النار. غنضيف دابا الشكلاط ونبقى نحرك مزيان حتى يذوب. من بعد ما داب ليا الشكلاط انا هنا درتو في الكاس ديال العصير طحنتو باش نحصل على كريمه. كيف ما كتشاهدوا معايا هنا الكاسرونه ما بقاش فيها نهائيا نحس الكراميل حيت كله داب مع العافيه. غنجيب دابا الكؤوس ديالي نفرغ فيهم ونخليهم حتى يبردوا مزيان، ومن بعد ندخلهم الثلاجه. كما كتشاهدوا معايا سيداتي الدانيت ديالنا كراميل ها هو كيفاش جا، هانتوما كيفما كتشاهدوا معايا كيفاش كيجي. كنتمنى انه هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، تجربوها. الى اللقاء الى فرصه ثانيه ان شاء الله.